ولجميع أولاد الزوج من زوجات الأربع، وكذا أولادهم من زوجات قبلهن أو بعدهن، كل أولاد الرجل أخوة الله، وكل أولاد المرأة مرضع أخوة الله إذا كان الرضاع شرعي، كان خمس رضاعات في الحولين على الطفل في الحولين، في الحولين خمس رضاعات أو أكثر، فإن الطفل هذا الذي رضع خمس رضاعات فأكثر من المرأة يكون ولدا لها، ويكون أولادها جميعهم من هذا الرجل ومن غيره قبله أو بعده كلهم أخوة لهذا الرضيع. وهكذا الرجل الذي له زوجات جميع أولاده أخوة لهذا الرضيع الذي إحدى زوجاته كلهم أخوة لهذا الرضيع، ويكون عما لأولاده، عما لأولاد الذكور وخالا لأولاد الإناث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما أن أولاده النسب إخوة فهكذا أولاده من الرضاع إخوة.